السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راح نكمل اليوم سلسلة مقاطع كروشيه الحروف العربية، واليوم مقطعنا عن حرف الباء والتاء والثاء، رح أحتاج للمقطع خيط سنارة كروشيه مقص إبرة للتنظيف وماركر للمبتدئين، بالنسبة للخيط والسنارة أنا عشان التصوير مستعملة سنارة كروشيه مقاس أربعة ملم أكبر من المقاس المقترح على الخيط. علما بأن المقاس المقترح على الخيط 3.5 ملم، مليمتر بس لغير التصوير راح استعمل سنارة مقاس 2.5 ملم مليمتر عشان غرزي تكون قريبة من بعضها والحرف يكون نوعا ما ماسك نفسه هذا كل شيء راح احتاجه للمقطع وراح نبدأ في المقطع على طول عشان اعمل حرف الباء والتاء والثاء راح ابدأ شغلي باني اعمل عقدة البداية واحطها على السنارة وراح أعمل واحد وعشرين غرزة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة أربعة عشر، خمسة عشرين، واحد وعشرين. الان في ثاني غرزه سلسله هذه الحلقه النشطه الموجوده على السناره هذه اول سلسله هذه ثاني سلسله في الفتله الخلفيه منها راح اعمل اول غرزه حشو وفي الثلاثه غرز اللي بعدها في كل غرزه منها غرزه حشو واحده في الغرزة اللي بعد كده رح أعمل فيها ثلاثة غرز حشو واحد في نفس الغرزة اثنين في نفس الغرزة ثلاثة الآن في العشر سلاسل الجايين في كل غرزة منها غرزة حشو واحدة واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة في الغرزة اللي بعد كده راح اعمل ثلاثة غرز حشو واحد في نفس الغرزة اثنين هرجع لنفس الغرزة ثلاثة الان في الأربع سلاسل الباقين راح احط في كل واحدة فيها غرزة حشو واحدة واحد اثنين ثلاثه اربعه وبكده اكون انتهيت من حرف الباء رح ارتفع سلسله واقص خيطي واخفي الخيوط